أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في حي الزهور شمال رفح، كما أفادت بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين على مخيم البريج وسط قطاع غزة دون أي تفاصيل عن سقوط ضحايا في الغارتين. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت في وقت سابق بمقتل 5 أشخاص بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم البريج نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشهداء الأقصى في مدينة دير البلح.